يرجع لنا المحامي محمد صبحي مره اخرى. استاذ صبحي نرجو ان الخط يكون افضل دلوقتي. الله المراد يحسن. اتفضل يا فندم. حضرتك بتقولي بقى يا فندم. اتفضل. هو عدد المتهمين في القضيه 24، من بينهم 7 بنات. يمكن ابرز المتهمين هي سناء عبد الفتاح، دي اخت ناشط علاء عبد الفتاح. هي قررت ان هي اللي دعت للتظاهره، وان كل المتهمين اللي موجودين معاها هم ما كانوش مشاركين في التظاهره، وان تم القبض عليهم بقبض عشوائي، وان كانت مطالب التظاهره دي اسقاط قانون التظاهر والتنديد بالحكم الصادر ضد علاء عبد الفتاح و24 اخرين لحصلهم 15 عاما على خلفيه احداث مجلس الشورى. تم توجيه عدد من الاتهامات لجميع المتهمين، كلهم انكروها باستثناء سناء. الاتهامات كانت من نوعيه التجمهر وتنظيم تظاهره دون تصريح، والاشتراك في تظاهره دون تصريح. اغلب الاتهامات بتدور حول قانون التظاهر. تم عرضهم النهارده على النيابه، والنيابه اصدرت قرارها بعرضهم باكر الدروفكات التحريات، وان شاء الله نعرف قرار النيابه بالقسم. يعني لسه ما فيش قرار للنيابه، لكن هم محتجزين على ذمه التحقيقات حتى النهارده. النيابه اصدرت قرارها بعرضهم باكر برفقه التحريات، يعني طلبت التحريات واعاده العرض ثاني يوم. طيب. وتم احتجازهم باسم بدر. طيب هنشوف بكره اذا ما قرار النيابه. بشكرك استاذ محمد صبحي، محامي المتهمين او المقبوض عليهم من النشطاء في مسيره الاتحاديه التي كانت ضد قانون التظاهر. نخرج فاصل، وبعد الفاصل عندنا اخبار اخرى عن الجامعه، ونرد على قضيه السات التي اثيرت من بعض المشاهدين بالامس.